لا. طب انت على مستوى السمع انت بتحب تسمع مين؟ من فين؟ من انا طول عمري بحب من هنا، بالقديم بتسمع ولا انت من بس؟ طبعا طبعا القديم بحب جدا 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 فريد الأطرش، منير مراد، عبد الحليم حافظ، ام كلثوم، سعد عبد الوهاب، الله، انا بحب سعد ابو هاب زيك برضه. قوي قوي، وبلاقي في حاجات وهو كتير على قوي. فكرة عايز اقول لك حاجة، يعني انت قريب شوية من يعني طريقة سعد عبد الوهاب واغانيه ومحمد المبهجة فوزي، ومحمد فوزي. فهم دول الناس اللي كبرت على طب لو طلبت مزيكتهم. منك نغني حاجة لسعد ابو هاب ومحمد فوزي كوبليه صغير، تختار ايه؟ بس انا بحبهم بصراحة، فاحب اسمعهم منك. الدنيا ريشة في هوا ترارارارا طايرة من غير جناحين، جناحين، واحنا النهاردة سوا وبكرة وبكرة هنكون هنكون فين؟ في فين الدنيا في في الدنيا. الدنيا. أنا صوتي وحش بس بغني لا معاك. لا حلو. لا 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 خالص، بس فعلا سعد أبو وهاب أغانيه فعلا تحس إنها روحه قريبة من نفس الجو اللي أنت نفس بتغني فيه المدرسة. ده، صح؟ انا متهيألي صح. حد قال لك كده ولا أنت اللي حاسس دايما كده؟ سعد أبو وهاب، محمد فوزي، منير مراد، دايما بحس ان هم روحهم موجودة في الحاجات قريبين منك او جدا. نفس الستايل بتاعك في الغنى.